الظلام قد يخيم على أحد أكثر الأماكن المليئة بالنجوم. مهرجان كان مهدد بقطع الكهرباء في الدورة 76 من 16 إلى 27 من مايو المقبل. الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة في فرنسا سيبدأ 100 يوم من التحرك والغضب احتجاجاً على قانون رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من المتوقع أن يضرب هذا الاحتجاج صناعة السينما إضافة إلى فعاليات رياضية وثقافية مهمة أخرى. مهرجان ليلز سيريس مانيا للمسلسلات التلفزيونية الدولية تأثر الشهر الماضي حيث اقتحم المتظاهرون السجادة الحمراء للحدث.